المسؤول على آليات الجهة. نحن اليوم نتواجد بالمركز الجهوي للإغاثة والوقاية من الكوارث الطبيعية وكذا المرآب الجهوي للآليات. إذا كما كتلاحظوا أن هذا المرآب الجهوي يتوفر على جميع الآليات من آلات رافعة، آلات تسوية، الجرافات، الشاحنات اللي كتنقل هذا الزونجا. إذا هذه الشاحنات وهذه الآليات فهي مستعدة لأجل التدخل في حالة فيضانات أو في حالة انقطاع الطرق أو كوارث طبيعية. إذا التدخل كيكون تدخل آني، وحنا في تأهب قصوى على 24 ساعة مدى الأسبوع. واللي بغيت نذكر أنه هنا في المرآب هناك فقط 30% من الآليات، أما 70% الأخرى فهي متواجدة بكل من إقليم فيقيق، إقليم بركان، وإقليم الناظور. فهي حاليا تقوم بفك العزلة على الدواوير في إطار البرنامج الاسترو مجلس الجهة من أجل فك العزلة. وكذلك كتكون قريبة من جميع نقاط التقطع، خاصة كما لاحظتوا في هذا شهر 8 كانت هناك فيضانات كثيرة، وكان هناك انقطاع الطريق على الدواوير. فمثلا بإقليم فيقيق دخلنا في الطريق ديال الغمات باش فكينا العزلة على السكينة، وكذلك بالناظور دخلنا باش فكينا العزلة على الدواوير ديال جامعة حاسي بركان، وذلك بفضل تواجد الآليات بالإقليم. إذا في كل إقليم كنحاولوا نديروا في كل عزلة، وفي آن واحد كيكون هناك آليات كذلك من أجل التدخل. والموظفين والسائقين فهم متواجدين 24 كما ذكرت 4 على 24 ساعة، ومستعدون للتدخل في أي لحظة.